السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في وصفتكم محمد أنس راح نقدم لكم غراتان تاع شوفلور بلا صوص مورني وفرماج. لهذه الكيفيه صح وشوفلور لازم نكونوا فورناه، انا ما نغليهش، نفورو برك في الماء، عفوا نفورو وندلو الملح، ندير الطاجين تاع ما يغلي نحط فوق كسكس نخليه يفور ونملحو. بالنسبه لصوص مورني نسحقو 1 لتر تاع حليب، 1 لتر تاع حليب، 165 غرام تاع زبده تكون طريه، نسحقو 80 غرام فارينة، نسحقو 2 صفار بيض، نسحقو ملح وفلفل كحل، ونسحقو فرماج حسب الذوق، يعني كل واحد واش يدير. انا فوق الغاتا راح ندير جبن مبشور مزدا، وفي لاصوص مورني راح ندير جبن جودة، نتوما عليكم الاختيار. اول حاجة راح نديروها راح نجيبو مقلة نديرو فيها شوية زبدة، راكم تشوفو نخلو هذيك الزبده تذوب ونحطو شوفلور تاعنا نقلوه شويه، لازم نقلوه باش تجي فيه بنه، ما نديروش ديريكتومون في الغراتا. بعد ما قلينا شوفلور بالنسبه لصوص مورني راح نبداو بالزبده هي الاولى، راح نذوبو الزبده ومن بعد نزيدو الفرينه ونبقاو نخلطو. بعد ما نذوبو الزبده مع الفرينه تحصلوا عليها الخليط كما راكم تشوفوا، فلفل كحل، شويه ملح، نخلطهم، نرجع هاد الكسرونه فوق النار ونبقى نزيد في الحليب بشويه حتى يبدا يغلي. كي يبدا يغلي راح نزيد البيض والفرماج. بعد ما تبدا لاصوص مورني تاعنا تغلي كيما راكم تشوفوا راح نزيدو فرماج، خلوه يذوب داخل، قطعوه على البعض، نخلطو فوق النار ومن بعد نزيدو صفر البيض ونبقاو نخلطو حتى تسقال لنا لاصوص. بعد ما وجدتنا لاصوص مورني راح نجيبو بلاني ندخل نديروه في الكوشة، نديرو شويه تاع لاصوص مورني في البلاهي الاولى كيما راكم تشوفو، بعد ما حطينا كيما راكم تشوفو الشوفلور كامل هكا في البلا، نزيدو لاصوص بالفوق صوص مورني، بعد ما درنا كاع لاصوص كيما راكم تشوفو حاولو كيفاش نهزو البلا شويه باش تدخل كاع في الشوفلور، من بعد نزيدو فرماج غافي من الفوق مزدا، راح ندخلو الكوشة قد ما يعني راه طايب قد ما يذوب عليه الفرماج، ينشف شوية ونخرجو. بعد ما طابت الكراتي تاعنا تاع الشوفلور كيما راكم تشوفو راح نقسم لكم شوية باش تشوفوها كيفاش جات. بسم الله، تجي بزاف بنينه وخفيفه للعشاء. اذا عجبتكم الوصفه اشتركوا معي في قناه وصفات محمد انس على يوتيوب وصفحتي في فيسبوك وصفات محمد انس، وشكرا.